ليش اتصلت فيني؟ خير، ليش حاطت محرم على رأسك؟ اجت المكالمة بين اصناف وخي. لا تآخذني، أخذت السمت هالمرة غلط أنا. مو مشكلة، البحصة صغيرة. شلون أم غسل؟ إن شاء الله تربيت بعد هالدرس اللي أخذته. حطيت علي شرط، إذا بتفتح تمها لحالة بتروح على بيت أمها. ما قصرت، النسوان ما بيجوا إلا بالبوكس. إيه خير عفورة، ليش اتصلت فيني؟ ها عم نفكر نبعت وفد مشان يصلحولنا هالسياقات ويزفتولنا هالطريق مثل العالم والناس، فما لقيت إلا أنت ونبي وجهاء بالحارة. وفد لوين؟ على الأمم المتحدة عفورة؟ لا يا شو على الأمم المتحدة؟ على البلدية. لكن لروح البوسطام وخلي نبي يلحقني عفورة، خاطرك. ميسون بتكون لزقت الكندرما؟ اكيد بتكون لزقت، لانه مكتوب على علبه الصمغ بدها 15 دقيقه وهي صار لها اكثر من ساعه. شو فيها؟ ارفعي لي هالكرسي لعليك. شو؟ ليك كمان لزقت. طب انا شو دخلني؟ انا حاولت اني لزق لك اياها. يقطع عمرك، نزعتي لي الكندرا. لا تقولي يقطع عمرك، نزيها. بعدين طولي بالك، لا تزعلي. شوفي رجلي على مقاسي، شو رايك تاخذي كندرا من كنادري تدبري راسك فيها؟ شوف. ايه مزبوط، بس كنادرك ما بتلايمني. ليش كنادرك اللي عن موضة؟ لان عن موضة ما بتلايمني، ما حدا عم يفهم علي، ما حدا عم يفهم علي. انا موجهة، لازم البس اسود، مو عن موضة. يا زيها فهمنا انك موجهة وجوزك رئيس قلم، طلعت من حلقنا ومناخيرنا هالمعلومة، بس اذا موجهة معلنة الحداد يعني. لك ميسون لا تكوني غبية، افهمي علي، لازم البس اسود لانه الاسود رسمي. لك يا حبيبتي يا لذيعة، هذا جوات المدرسة، انتي خارج المدرسة رايحة على البيت. ان شاء الله فكرك بالشارع ما بيشوفوني، فرضي انا وطالعة من هون صادفت لي شي طالب من طلابي او معلمة من معلمات المدرسة، شو بصير فيني؟ بصير انا حديث المدرسة. بس افتح الباب بعدين بتكملي لي حديثي. هي 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 خليك انا بفتح. غريبة. اهلين ابو شهاب، تفضل. شو سمعت شكلتوا وفد على البلديه؟ على اي اساس شكلتوا وفد؟ نحن نقينا عالم محترمين مشان ياسروا على البلديه. وانا شو بني يعني؟ ماني محترم انا؟ ليش هيك عم تحكي معي كاني انا اللي شكلته للوفد؟ انا ما دخلني. قبل شوي نبيل وابو غصن مرقوا من قدام دكانتي وما حكوا معي شيء. شو سري يعني؟ لا سر ولا شيء، هلا بس يجي نبيل تستفهم منه. تعال تفضل. عود. ها هاي نبيل، تعب البول، عنا ضيوف ابو شهاب. اهلين ابو شهاب. اهلين. هيك يا منظوم، هيك بتروح وفد على البلديه وما بتخبرني؟ مرقنا من قدام الدكان شفناك معجوم على الزباين، قلنا بالرجعه. شو صار معكم؟ رئيس البلديه دمعة، قعدنا معه ساعتين مطولات انا وابو غصن. الله يخلي لامه، شو مشان الحاره؟ الجماعه حاطين على الخطه، بس الدور ما بيوصلنا لسنتين، مو طالع بايدهم شيء. بتعرف في حارات اضرب من حارتنا بمليون مره. يعني بدنا نستنى سنتين كمان؟ لا، خط الموضوع على عاتقي، راح نفذ الترميمات خلال اسبوع بس يعطيني الضوء الاخضر. واعطاك؟ عطاني، مو بس هيك، وقعنا كل الاوراق بدون اي اجراءات بيروقراطيه. انا هربت عليه 10 مرات، ما وافق، ليش؟ بجوز لانه انا مهندس. لا، مو لانك مهندس، انا كمان كنت جايب معي مهندسين. بس الشغلة فيها لعب. لعب ايش ابو شهاب؟ لا بنعرفه ولا بيعرفنا. متحطت علي، ما بده ياني اخده. لا تحطوا حجي، طلب الشغل اللي بدك اياه وانا بصم لك بالعشرة، ما في حدا واقف بطريقك. ليش كم شغلة هنين؟ تعبيد وتسفيد وتزيين. شو تزيين؟ يعني لمبان؟ لا، حواض زهور على جانبي الشارع، تصليح السياقات ونصب اعمدة الكهرباء، والهاتف بدل الشرطان شربكي، مصلح الهاتف بيجي ليصلح خط فلان عم يخرب خط علتان، بدنا الامور تصير نظامية. حاجتنا قديش الامكانيات؟ الامكانيات مفتوحة، بس بدنا نقدم لوائح. اخي انا باخذها قشة لفة، موافق؟ لا طبعا مو موافق. شو ما بدك تخلي دور لحدا؟ كل واحد ياخذ شغلة. انا باخذها تعبيد وتسفيد وتصليح السياقات. شو تركت لنا؟ لحظة إذا بتريدوا، أنا برأي عدة شغلات على واحد وحده راح تساوي عبء، خلونا كل واحد ياخذ شغلة. أنا الشغلتين ما بشكلوا عليه عبء، أصلاً هن مرتبطين مع بعض.
بحفر السياقات بالاول وبصلحها وبعدين بمت زفت. نقي يا انت زفت يا سياقات ونقطه انتهى. ماشي انا السياقات. احسن انت السياقات بلا ما تحمل بطيخ دير فرديد. بدنا نسلم الشغل بعد اسبوع. ماشي ماشي انا السياقات. معناها اتفقوا مع بعضكم مشان يكون في تنسيق. وين رايح؟ بدنا نوقع اوراق. مشان شو الاوراق؟ اكتب لي طلبياتك على ورا، شو بلزمك مواد، شو بلزمك اليات انا بامن لك، واذا قصرت معك اترك الشغل روح. ماشي عن اذنكم. هذا صهرك نبيل باينته دب، خايف يعطي باقي الشغلات لحدا تاني. بعرف انه دب، بس شو قصدك؟ انا ببعت ناس من طرفي وانت بتبعتي ناس من طرفك وبياخذوا بقيه الشغلات، يعني بنتوازع المشروع، ما بدنا حدا غريب يدخل بالمشروع. وانت قلت وين مش لازم اسكندرة حمراء من هون للبيت؟ شو بصير يعني اذا حدا شافك؟ هلا بتعرف اذا لبست اسكندرة حمراء انا شو بصير فيني؟ شو بصير فيكي؟ بطل اعرف امشي، فكر كل العالم عم تطلع فيي، بتشكل ميسون؟ اعطيني بخاخة الدهان بدي اعطيني. شو بدك تعمل فيها؟ بدي اغير لون الكندرة. لك شو جنيت حتى تغير لونها؟ جنيت بدي اغير لونها. لك شلون ما خطرت لها الفكرة سرية؟ شو؟ موافقة اني دهن لك اياها؟ ايه هلا بنحطها برا، ساعة زمن بتنشف. تصطف له. هاتي ميسون. مرحبا عدي النبي. اهلين عجاج. عاوزك كلمتين على انفراد. ماشي، عن اذنكم لحظة. خير. النبي عديل. أنا قصدك بشغلي. الله يوفقك، الله يخليك، لا تخيبني. ما راح خيبك، قول لعيونك. مش روح تزيين الحارة، لا تعطي لحدا غيري، أعطيني إياه، لا تعطي لحدا غيري. بس مو تقيل عليك. كلا تقيل ولا شيء، شو شايفني يعني بنوبة بفهم؟ لك مو شغلة فهم ولا ما فهم، بس ما بدي أطلق عن شغلك. شو شايفني يعني وزير أنا؟ 50 عتال غيري بالكرزات. لك إذا بطلت من شغلك من وين بدك تجيب المصاري؟ من زمان. من انا وصغير حلمي اشتغل بتزيين الحدائق. جربني، اعطيني فرصه. مثل ما بدك، اكتب لي لوازمك على ورقه وجيب لي اياهم. انا كنت واثق انه ما راح تخيبني. لك انا بدي مشانك، ما دام انت مندفعك هالاندفاع ما راح اخجلك، شو خسراني قليلا.